كلام أنه حتى الحاجات المادية إذا لم تلبى التوجه المعنوي للبشر يكون ضعيفاً، التوجه الإلهي للبشر يكون ضعيفاً. ليش؟ لأنه هذا الرجل أو هذه المرأة التي تعيش أو الذي يعيش تحت ضغط هذه الحاجة، الحاجة المادية، هذا لا يمكنه عادة إلا من شذ، إلا من ندر، أخرج النادر، هذا لا يمكنه أن يتوجه إلى القضايا المعنوية. هذا الرجل أو هذا البشر الذي يعاني من الفقر، يعاني من الحاجة، عاطل عن العمل، هذا لا يمكنه عادة أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة تخلق مجموعة من الأفراد البعيدين عن الله، البعيدين عن القيم المعنوية، الذين يعانون من عقد داخلية. اليوم الأول مشكلة، يجي بالبيت مشكلة، طفل مريض يواجه مشكلة، كل يوم مشكلة، هذه المشكلة تضغط عليه، تضغط عليه، تضغط عليه، تخلق بشر معقد. والبشر المعقد يحطم الدنيا ويحطم الدين.